وهي حكيت لك مش صار كل الحكايات اللي صارت بيني وبين امك، ونحن لهون وصلنا. ما ممكن على الاطلاق نرتي العلاقه بيني وبينها، فانت اما معي او مع امك. شايفك سكتت. جوابي اكيد بتعرفه. في براسي سؤال عم يدور ويدور ويدور وما عم لاقي له جواب، مجنني. انت واخوك المرحوم ريان ما طلبتوا شيء ولا اشتهيتوا شيء الا كان بين ايديكم ببيتكم. بس ليش؟ ليش مالي حظ بخيركم؟ ليش؟ كل شيء قدمته لريان، ريان تركه ومشي. كل شيء رح تقدم لي اياه لي انا تارك لك اياه وماشي. ليش؟ ما عم بفهم. ما عم بفهم. بابا والله ما عم بفهم. ليش؟ ليش؟ أكتر شيء بيحتاجه الابن من أبوه بهالحياة أنت بخلت علينا فيه. الأمان. إذا في شيء بهالدنيا كلها أنا كنت خاف منه فهو منك أنت. قلت لي بعمرك ما بخلت علينا بطلب ما هيك. طيب. إذا سامحتك بكل القصور اللي بنيت لنا إياها وكل المصاري اللي جمعت لي إياها، فيك ترجع لنا ريان دقيقة وحدة؟ ما فيك.